النادي العربي، احنا عرفنا انه وقت اللعب الكره وتوصل لبعيد جانب الجول. جول وفي خطا وفي ضغط طبعا من مشاري النكاس على ناصر الرشيدي، اماميه الى بدر يسدد، يا سلام بكره ساقطه وتسديد راشد يحاول بالجول بالجول جول. طبعا نشوف عبد الله راشد يحاول يعرض الكره على مرحلتين على هملان، اماميه طويله الى خالد، يا سلام يحقق الهدف الاول لصالح نادي التضامن. هدف سليمان البعجان والهدف الوحيد من عبد الله عبد الصمد والهدف الرابع جول. الان الهملان 4 مقابل صدارة دوري الصالات، وتلعب الكره ويا سلام وبالجول، ولكن جول.